اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم والعشره يا اهلي باذن الله ليله مباراه الاهلي والمريخ، لكن في قلب الحدث العالمي. ويمكن من حسن الطالع ومن طيب المفارقه انه فرحه الاهلي تيجي مواكبه لذكرى رحيل واحد من ايقونات الاخلاص والانتماء والصدق والصراحه والرجوله والشهامه وكل المعاني الحلوه الحقيقه اللي امتاز بيها وعاش بيها الراحل الجميل العظيم البطل ثابت البطل. كابتن ثابت، النهارده بتمر 16 سنه على رحيله يا باشمهندس. جري بالمعنى الحرفي. لان طبعا ثابت البطل المشهد اللي هو بتاع ليله وفاته. مباراه الاهلي والزمالك. في اللحظات الاخيره وهو يجلس متدثرا. اللقطه دي يا استاذ ابراهيم بتلخص كل ما يمكن ان يقال عن ثابت البطل. انه حتى الرمق الاخير كان حريصا على ان يتواجد بالنادي الاهلي ويؤدي واجبه. واعتقد ان قعدته يوميها بهذا المشهد كانت خير الهام ودافع للفريق انه يحقق انتصار كبير على منافسه الزمالك. لغايه اخر نفس وهو بيقاوم المرض اللعين حريص انه يكون موجود مع الفريق، حريص انه بيأدي شغله، حريص انه يكون بيطمن على العمل. ايه ده؟ الدروس اللي بيديها لغايه اخر ثانيه بتلخص كل شيء. صحيح، هكذا يكون الاخلاص، وهكذا نتمنى علاقتنا بالنادي الاهلي حتى اللحظه الاخيره كلنا. بنا يديك الصحه وطولة العمر يا باشمهندس، الف رحمه ونور على البطل ثابت البطل اللي الحقيقه كل الناس دايما وابدا بتذكره بكل الخير. و مسيرته شريط حياه طويل جدا، يعني هو روح يوميها فيها مواقف عشان عظيمه. هو روح يوميها عشان في منتصف الليل يقولوا لنا رحمه الله عليه. فثابت البطل هو اللقطه دي. عاش ثابت ورحل بطل. اجمل، يعني اجمل اختصار لمسيره ثابت البطل رحمه الله عليه. الف رحمه ونور على روح العظيم الراحل الكابتن ثابت البطل عليه رحمه الله. لكن هو شأن كل العظماء المخلصين الحياة اللي حياتهم بتتحول إلى دروس تتوارثها الأجيال وتتدرسها كل الأجيال اللي بعد كده. وفاء ثابت البطل، إخلاص ثابت البطل، رجولة وإخلاص وعطاء وانتماء وصدق ثابت البطل ورجولة ثابت البطل، فتظل دايما وأبدا دروس لكل الأجيال اللي لما بتحب الأهلي وبتخلص لعملها وبتأدي شغلها بتعيش في وجدان الجماهير وفي ذكرى رحيلها. امبارح الذكرى 16 كل الشباب على الناس اللي يمكن حتى ما شافتش ثابت البطل او ما عصرتهوش وهو لاعب فضلت دايما وابدا فاكره اخلاص وعطاء العظيم ثابت البطل. الف رحمه ونور عليه. بس عايز اقول كلمه واحده، لقد انفرد الكابتن ثابت البطل باسلوب في ادائه الفني مختلف عن اي حارس مرمى شفته على مستوى العالم. ايوه، هو بسط اداء حارس المرمى الى طريقه مبهره. أيوة. كان بيحسسك وكانه ما بيعملش حاجه. ثقه عاليه يمتص الكره بهدوء، ما بيطيرش كتير، ما تلاقيهوش في حركه، يعني تبص تلاقي الكره بيتعامل معاه من 73 ل 91 بالظبط حارس مرمى ولا اروع. لا، بابسط طريقه بسط مفهوم حارس مرمى كره القدم. 12 دوري واول لقب بكوره الالقاب الافريقيه كانت في عهد الكابتن ثابت البطل حارس المرمى. طبعا، وهنا يعني كان في مصر اظن هنا. لا مش بكوره، اللقب بتاع كوتوكو اول لقب. انت بتتكلم عن نادي. لا انا بتكلم كمان على الامم الافريقيه. حققها مع مصر 86 ايام ايام سميث بالظبط. الف رحمه ونور على الكابتن ثابت البطل.